بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وخصوصا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في انخفاض في نسب الرطوبة بالليل على أغلب الأنحاء، وهو ده اللي هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بنتعرض من امبارح لمرتفع جوي، فهيأثر علينا بشكل عامل إزاي؟ بالفعل يمكن احنا بنتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، بالإضافة كمان بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، يعني مفيش أي سحب مؤثرة تحجب أشعة الشمس. بعض المناطق من الجمهورية وخاصة المناطق الجنوبية، بالإضافة كمان بتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فاحنا بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات في معظم المحافظات، عظمى على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية. ففي استمرار الأجواء اللي فيها ارتفاع في الحرارة، لكن في استقرار في الأحوال الجوية. أجواء فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة بنحسها بأجواء حرة على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، الوجه البحري، القاهرة الكبرى. أجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترة النهار وفترة الظهيرة تحديدا. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملموس أكثر ساعات الليل المتأثر فترة الصباح الباكر. بدأت درجات الحرارة تنخفض، بدأنا نحس بانخفاض أو بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة فترات الليل، خاصة كمان إن فترة الليل بنحس إن نسب الرطوبة أقل، فده بيخليني أحس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. بالاضافه كمان فترات المساء ساعات الليل بيبقى في نشاط نسبي للرياح، هو ده اللي بيقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو. طب هل الرياح دي مثيره للرمال والاتربه؟ غير مثيره لله، هو نشاط نسبي للرياح سرعته لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه في معظم محافظات الجمهوريه، ده اللي بيلطف الاجواء بشكل كبير. طيب نشاط الرياح ده يا دكتور في اي اماكن موجود فيها يعني اكتر؟ هي بتبقى طبعا في الاماكن المفتوحه بشكل كبير بنحس بيه، يعني الاماكن بيبقى لها غير صحراوي، الاماكن المفتوحه كبير بنحس بوجود نشاط رياح اللي بيخلينا نحس بنسب رطوبه اقل، فعشان كده احنا بنحس ان درجات الحراره في الاماكن المفتوحه تبقى اقل خاصه فترات الليل، بنتكلم على فترات الليل بنحسها منخفضه عن الاماكن كمان اللي يعني بتبقى فيها ازدحام او الاماكن اللي بتبقى جوه المدينه نفسها، بالاضافه ان احنا فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره كمان وجود المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا، الشبوره المائيه موجوده معانا، يمكن دي الظاهره الاساسيه دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه، شبوره مائيه كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، شبوره مائيه كثيفه يعني بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه بشكل كبير، الرؤيه الافقيه احيانا بتنخفض ل 2000 متر على بعض الطرق، وطبعا مع تكونها فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر، لكن فور سطوع اشعه الشمس الشبوره المائيه بتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق، يعني تقريبا نبدا نقول 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا في التلاشي تدريجيا. الاحوال اللي فيها استقرار في الاحوال الجويه وارتفاع في درجات الحراره ده متوقع ان هو يكمل معانا حتى نهايه هذا الاسبوع، بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله يعني لحد يوم السبت اللي جاي، مستمرين في درجات حراره عظمى على القاهره الكبرى فتره النهار 35 درجه مئويه. فبالتالي مهم جدا ناخد بالنا وبننصح كل الساده المواطنين بقدر الامكان فترات الظهيره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، بالاضافه كمان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبوره المائيه الكثيفه لازم تكون القياده بهدوء تام، تشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، اضافه كمان نتابع كافه تعليمات المرور، ومهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه لان احنا خلاص دخلنا فصل الخريف اللي معروف دايما بالتغيرات السريعه في فريق الطقس.
طيب قبل ما نسيب حضرتك كلمينا عن حركه الملاحه البحريه وارتفاع الامواج على البحرين. احنا طبعا الحمد لله عندنا اعتدال في سرعات الرياح، فده بتدوره بينعكس على البحار، البحر الاحمر والبحر المتوسط. البحر الاحمر والبحر المتوسط معتدلين تماما، ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فنقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، خاصه ان مفيش اي تقلبات جويه خلال الايام المقبله حتى بدايه الاسبوع اللي جاي ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه او ممكن تقلقنا، فنستمتع بالاجواء قبل فتره الدراسه باذن الله. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 35 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 35-24، اسكندرية 33-23، العلمين الجديدة 32-23، مطروح 32-22، دمياط 32-25، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-23، السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، العريش 33-24، كاترين 33-15، طابة 34-25، حلايب 34-27، شلاتين 40-27، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 37-28، الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 36-23، الوادي الجديد 42-22، أسيوط 38-23، سوهاج 40-25، قنا 43-26، الأقصر 45-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 27. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية نروح لليلى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميس.